أهلا بكم بفيديو جديد. عاجل إخماد حريق داخل مبنى هيئة التقاعد وسط بغداد. أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الجمعة إخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى هيئة التقاعد العامة وسط العاصمة بغداد. وقالت المديرية في بيان أن فرقها تمكنت في غضون دقائق من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى هيئة التقاعد العامة في منطقة الشواكة وسط بغداد، مبينة أن الحادث اندلع داخل غرفة المحولات الكهربائية في الطابق الأرضي، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق وباشرت بعمليات العزل وتطويق النيران لمنع امتداد ألسنتها إلى طوابق البناية والسيطرة على الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية. وطلبت المديرية بفتح تحقيق في مركز الشرطة لمعرفة أسباب اندلاع حادث الحريق